الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. الحديث الوارد في ذلك أن الأرض لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء في سنده راوي مختلف في تعيينه، هل هو الراوي الثقة عبد الرحمن بن يزيد بن جابر كما جاء منصوصا عليه في بعض الأسانيد، أم عبد الرحمن بن يزيد بن تميم المجهول؟ فمنصوص في بعض الأسانيد أنه ابن جابر، لكن جنح البخاري وأبو حاتم الرازي إلى أنه المجهول، فمن ثم إذا سلم أنه المجهول فالحديث يضعف، خاصة أنه معارض بحديث كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب.